الثانية من نقطة الجزاء بواسطة اللاعب رضا الهجوج بعد لمس الكرة لأحد مدافعي فريق نصر الملقاطي. الهدف الثاني كان من توقيع اللاعب إسماعيل الحداد بالرجل اليسرى. هدف جميل جدا للاعب إسماعيل الحداد. الهدف الثالث كان من توقيع كذلك نفس اللاعب إسماعيل الحداد يعود من جديد وبضربة رأسية يسكن الكرة في الشباك. الهدف الرابع من توقيع رضا الهجوج ودائما من نقطة الجزاء فريق كنابس قلص الفريق في الدقيقة 41 بهدف ربما كان في عكس يعني منحى ومسار الجولة الأولى. سراد سيكسو استبان أطوار الجولة الأولى لكن بأن النتيجة غنية عن كل تعليق. فريق الوداد الرياضي قام باللازم التقدم بنتيجة عريضة.